السلام عليكم، وياكم عبوسي من قناة عبوسي. كنز اليوم ياكم بلعبة جراني تو، أخيرا راح ألعبها. يعني جراني وان كتبتها بالباب وبال هاي، بس جراني تو راح يضبط شخصية جديدة وراح نهرب من السفينة والباب والطيارة. أول شيء من السفينة، ورا من الباب، ورا من الطيارة. آخر شيء حنزكم بس الشخصية الجديدة ما تشوف، تواو علينا من بعيد بس ما تسمع زين. بس جراند با تسمع زين بس ما تواو. وراح نلعب بس بجراند با، اسمه هي الشخصية اسمها جراند با، هي جراني بس جراند با ضايفين اب و اب و او، يعني جراني بس ما ضايفين بس اب و او. جراند با وش اسمه، لازم نحاول نكتبها يا شباب. وتخيلت بالحكي دقيقة ليش ما أعرف، وليش طولت، وخلني يلا ما أريد أطول الفيديو، ويلا خلنا نلعب. شنو صار؟ أي بدينا هي مو بيها جراني بس شخصية واحدة جراندبا، ما جبت شخصيتين لأن يشورون عليها كل شوي، فجيب شخصية واحدة بجي سلفات أجيبهم اثنيناتهم. بجي سلفات ما أعرف ناني، لأن أني بس أو أتذكر أني صغير كان نزلوها قبل سنتي، ما اعرف شو كنت يلزم اللعبة، فاهم؟ اول ما لعبتي كان يلزم، ليش ما اعرف من اول ما لعبتي. راح السيارة حظ حلو، راح السيارة نروح للمحل، حاضر نفستين اول شغلة نجيبها الحمد لله. هنا تعدي هنا ما تنحط اصلا، فراح يسمع هنا، هو اصلا ما يسمع فما راح يجي، بس اكثر ممكن يجي له هذي. عندي لغته انه ما شافني فراح ينسي عبر دقيقتين. عندي لغته بس أول شي لقينا المفتاح الحمد لله، أنا إن شاء الله أول مهمة. أتمنى ثاني شي إن شاء الله أعمل مهمة، أتمنى يعني سريع سريع ما بتأخر. بدوت الطيارة صعبة، يعني صار بديت من أسهل شغلة ورا مال الباب وسط يعني مو عبركم سهلة، وسط ومع الطيارة كلش. خلينا نصير الأول، كلش صعبات، كل شي شيء مهم. هذا يعني موجود من الجزء الأول بس موجود من الجزء الثاني، أظن حتى الجزء الثاني موجود، كل شي موجود، بنزين محتاجينه. سوى الشغلة صغير خاطر لسه فينا بنزين، فينا بنزين حتى نقدر نهرب، حتى بالطيارة نحتاج بنزين. عبالكم انه هم خاطي انا في كل ساعه يجي عبالي، فانسي موضوع البنزين. وان كل من اطب كل ما اطب للحمام هذا ما اللعبة أدور على زين، إنه هم لازم يخطون بي إن شاء الله، ما يخطون لعبكم لازم يخطون بي شغلة واحدة، شغلة واحدة. والمطبخ لو شغلتين أو مرات شغلتين، مرات أنا أنت وحبك مرات شغلتين مرات لا واحدة. بس أنا أعرف إن أكثر شيء بالمطبخ موجود الدجاج، لأنه عندهم حيوان ياكل دجاج.
ماشي ماشي. ليك جورج. لا ابن الكلب، ابن الكلب والله فززني. ابو اسلام ضربني اياه، يعني انا عبارة حفلت ضرب لي ضربة ما حد، يعني ما حد فززني. اول ضربت انا اول موتي من الجراند بو، هاي شخصية جديدة. اول موتي، الموتي الاولى من الشخصية. اروح ولا اخذه هاي شلون يا شباب؟ والله مللني. هاي مرة ثانية وات، والله شخصيا بينا قوي ومفهوم قوي، بس تنظر شلون صراحة. لا مي مع عصبيتي يا صراحة. يا شباب رجعت المرة الثالثة، يمكن انها المرة الثانية، والله ما توقعت انه مرة ثانية ما حكتني. انا قلت مي مرة اولى، بل مرة ثانية مكتني حتى ما تخرجت كل 10 ثواني مقافلة يكتني مبدل المرة الثالثة. طمنيني، عندي خوف مني، كنت اخاف هسه مني، كنت اخاف مني هسه، كنت اخاف مني. انا قلت لي انه محدا ما كنت بين خافيك مثل الكلب. عارفة عنات عارف حبيبي، بس انا هرب وهربك وياي. يلا خلي شنو شوف كان كان صح، عنده قدرة من له النظر. عشان دي يشوف ولا يعني افتريت منه وشاف الفراغ من يطلع. والله أصعب شخصية من مدوها، مدى اللي سواه. استحلي كيتي اللي حبه من نفسه يموت. أخا حبه رسلة من اللي هي خوف سيدي. ما أعرف إيش موت كده بزز، يعني متت كل ساعة موت من وراك، يعني متت. طيب مفتاح أمك جنني بزاني، كان حمص بطحين. كان دي جوش حبت تقتل لي قصة. ماكو أمو دا عطاك نارس يا روح. ثاني ارفع يلا، بس بعدين ان شاء الله الثالثة والرابعة وبس اروح لي. شكرا لوحدي بعد نتوقع. خذ سلاح ويلا حضر. والله عبارة حيطلع لي شان شان اموت. ما عندي ما يا شين، ما عندي ما 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 ما
شوك ما تطلعوا لي بس فاضي عندكم بس عشان فرحان بس فاضي عندكم بس قافلة خلتوني طيب عندي تاني مو يا شباب لما يجي قال اوقف يعني ارجع لكم الا ما يجي اول ما يجي ارجع ادوس ارجع لكم واضرب طاقة يا شباب ارجع لكم وهسه ارجع لكم اول ما يجي اقتله وارجع لكم شباب صوت شوف صوت صار ساعة توني أنا نيك ما هو توني يساعدني يساعدني مو ذا خلاص كأكس كذا كرهي فل كان كرهي أنا توقعت إن أتوقع بعد إني شغلة يساحق وإن شاء الله بعدين هي ما طلعت إني طلع إنه هذا وأنا ماشي في نسيت أشوف هسه أشوف هسه هذا كمل الكربة هاي ما تجوا جوا أكو إن شاء الله جوا الفوكس أجيلي يعني مو سهلي بس هاي الجو مو سهل يعني ويا يعني كسع يجي جو اوه ها واضح حاجي زين مفتاح السلاح شنو يعني جراند بتورط تورط كلش هواي مو قليلي هواي كلش من اصلا جابني ما جايبني كان احسن محترم نفسه احسن شغلة كلش مهمة الحمد لله بعدين ان شاء الله وحدة واختم اللعبة بعدين ليش انا جيت حاسك وشغلتي بس جبت هاي وبعدين ان شاء الله وحدة ومع السلامة بعدين نودع اخر مرة نشوفه تكون من اللعبة سفينة كلش سهلة ما عدا الباب والباب سهل بس السفينة مو السفينة شو اسمها الطيارة كلش سهلة صعبة ليش متأخرت وكذا ما أعرف بس كلش صعبة أنا ما راح أتوقع هاي الصعبة كهنا خبرنا دي اتمنى لك الشغلة الأخيرة اني بعد ليا كافي الحمد لله شغلة مع السلامة كراند باب بعد لا اشوف جاك ولا واخيرا بعد لا اشوف وجهي واشوف خلقتي من ما كنت اتمنى يا شباب شوف اللي حصل حبيبة جرانبا شو زعلي تستاهل يا عزيز ولا تساعدتني كيف ما مرتي قتلتني نمودك ويا شباب وهيجا كنا علمتكم شلون تروحون من السفينة الجزء الثاني ومن هذا الفاشل جرانبا اللي قتلني مرتين بثانية مرتين يعني كشفنا سر جراني مرة ثانية انه عنده حبيب يعني هذا شو حبيب يا شباب هذا الولد اللي هنا حبيبه قبل ما تنسوا لا تنسوا اللايك والاشتراك واذا عجبتكم هاي السلاسل اللي هي سلاسل واحكي لكم حقائق اكثر يعني احكي لكم الحقائق على جراني هون